بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة معانا مع الدرس الثالث من دورة إنشاء البلوجر والتعديل عليه. كنا شرحنا في الدرسين اللي فاتوا إزاي نعمل بلوجر وإزاي نضيف القالب أو نضيف التصميم بتاعنا على البلوجر بتاعنا، تمام. وكمان شرحنا إزاي نضيف الأقسام على البلوجر وإزاي نعدل على أسماء الأقسام اللي موجودة في شريط القوائم. إن شاء الله النهاردة معانا مع الدرس الثالث هنتعلم مع بعض إزاي نضيف لينكات أو روابط للأقسام اللي موجودة في شريط القوائم. عشان الموضوع يوضح أكتر، هنا مثلا انا معايا البلوجر بتاعنا بتاع اوريجينال سوفت وير، تمام. انا مثلا لما بدوس على اي قسم من الاقسام اللي موجودين في الشريط ده بيدخلني على القسم بتاعه. يعني انا مثلا لو دخلت على قسم ويندوز هيفتح لي لينك فوق زي ما احنا شايفين اهو، تمام. اللينك ده اخره كلمه ويندوز، تمام، اخره كلمه ويندوز. طيب انا لو دخلت مثلا على كلمه اندرويد هلاقي ان اللينك برده زي ما احنا شايفين في كلمه اندرويد فوق اهو، تمام. طيب احنا هنعمل الموضوع ده ازاي او هنجيب اللينك ده منين، بحيث ان احنا لما ندوس على اي قسم من ده من دول او من الموجودين في شريط القوائم يدخلنا على اللينك زي ده وفي اخره اسم القسم اللي احنا دوسنا عليه، تمام. هنروح اول حاجة على موقع جوجل زي ما احنا متعودين، هنسجل دخولنا على موقع جوجل، تمام، وبعدين هندخل على المزيد. بعد كده هندوس على كلمة بلوجر، بعد كده هيفتح لي لوحة التحكم بتاعة البلوجر بتاعي. هدوس على المدونة مرة واحدة هنا كده، تمام. طبعا احنا متعودين ان احنا هنشتغل على ال HTML اللي هو تحرير HTML زي ما قلت في الدرس اللي فات، الدرس رقم 2، ان احنا هنبدا نشتغل في الاكواد. بعد كده هندخل على كلمه قالب، تمام. بعد كده هندوس على تحرير HTML، هيقول لك جاري التحميل، هيفتح لنا مربع اللي فيه الاكواد اللي احنا متعودين عليه في الدرسين اللي فاتوا. تمام، فتح لنا المربع بتاع الاكواد. دلوقتي انا لو جيت عملت عرض المدونه، عشان بس عايز اوريكم حاجه قبل ما ابدا في الشرح بتاع النهارده. دلوقتي احنا اتفقنا ان احنا هنضيف لينكات للاقسام اللي موجوده هنا، تمام. طيب انا دلوقتي مثلا لو دوست على قسم فوتوشوب هيوديني فين؟ مش هيوديني في حته. انا دوست على فوتوشوب دلوقتي مش بيفتح لي اي حاجه، تمام. طيب لو بصينا فوق في الشريط بتاع العنوان هنلاقي ان اسم البلوجر بتاعنا او اللينك بتاع البلوجر بتاعنا اهو، وفي الاخر في علامه شباك. طب ايه علامه الشباك دي؟ علامه الشباك دي افتراضيه نازله مع القالب اللي احنا ضفناه على البلوجر بتاعنا، تمام. تمام، انت ممكن تحط تصميم او تحط قالب على البلوجر بتاعك وبمجرد ان انت تدوس على اي قسم يحولك على الموقع اللي انت جبت منه التصميم بتاعك، تمام. لكن التصميم اللي انا شغال عليه حاليا او اللي انا بشرح لكم عليه الدوره مش حاطين فيه الموقع اللي انا جايب منه التصميم ده، ضايفين في الاخر علامه الشباك. طيب انا لو دوست مثلا على قسم الالعاب برده مش بيحولني على حاجه وفي الاخر فوق في علامه شباك، تمام. طيب ازاي بقى هنضيف اللينكات بحيث ان احنا لما ندخل على فوتوشوب يفتح لنا اللينك اللي احنا شفناه في البلوجر بتاع اوريجينال سوفت وير ومكتوب في الاخر فوتوشوب؟ هنعمل ايه؟ طبعا احنا عشان هنعدل في شريط القوائم احنا هنعدل طبعا في الاقسام، يعني احنا هنضيف لينكات للاقسام. فطبيعي جدا ان انت لما تيجي تشتغل في ال HTML هتدور على كلمة من الكلام اللي موجود في شريط القوائم، تمام. وليفترض مثلا انا هدور على كلمة فوتوشوب فهروح هنا على الاكواد، تمام، وهدوس كنترول اف زي ما احنا متعودين عشان نعمل سيرش، وهنكتب هنا كلمة فوتوشوب بالعربي زي ما هي مكتوبة في الشريط بتاع القوائم وهدوس انتر، تمام، هيجيبها لي زي ما احنا شايفين، تمام. طبعا انا قلت هنا فوتوشوب العاب برامج تصميم مواقع فيسبوك، كل دي الاقسام اللي موجودة عندي في شريط القوائم بتاع المدونة بتاعتي. دلوقتي عشان اضيف يعني لينك لكل قسم من الاقسام دي، هنا لو لاحظنا هنلاقي ان قسم يعني الفيسبوك، تمام، قسم الفيسبوك زي ما احنا شايفين اللي هو في الاكواد في هنا لينك طويل انا كنت حاطه عشان بجرب عليه بس قبل ما ابدا الشرح معاكم. في لينك انا كنت حاطه هنا بحيث ان انا لو دوست على الفيسبوك يدخلني على قسم الفيسبوك. طيب انا دلوقتي لو رحت على المدونه ودوست على قسم الفيسبوك، تمام، ركزوا معايا في فوق في الشريط حصل ايه. في العنوان بتاع المدونه اهو، بعدين سلاش، بعدين سيرش، وبعدين سلاش، وبعدين ليبل، وبعدين سلاش، وبعدين فيسبوك، تمام. اذا هو ده اللي احنا عايزين نعمل زيه في كل الاقسام اللي موجوده هنا مع اختلاف كلمه فيسبوك، تمام. يعني كلمه اندرويد هتبقى كلمه اندرويد مكان فيسبوك. طيب مثلا تصميم مواقع هتبقى مثلا كلمه سايتس او ديزاين، مثلا برامج هتبقى بروجرامز وهكذا، لكن بقيه اللينك ثابت زي ما هو، تمام. طيب انا الاول هروح اعمل على الديسكتوب هعمل ملف تكست كده صغير، تمام، وهفتح ملف التكست ده وهنزله تحت لان هحتاجه دلوقتي على طول. هروح هنا على القسم بتاع الفيسبوك او هاخد اللينك ده كده كده كله كوبي، تمام، هاخده كله كوبي واحطه هنا،
تمام. انا دلوقتي عايز اعدل على قسم ايه، وليكن مثلا قسم الفوتوشوب. انا عايز لما ادوس على قسم الفوتوشوب يظهر لي فوق اللينك بتاع الفوتوشوب، ومكتوب هنا في الاخر كلمة فوتوشوب بدل فيسبوك، تمام، بحيث هو ده اللينك اللي هيدخلني على المشاركات وعلى المواضيع اللي انا رافعها على البلوجر بتاعي. طيب هروح اول حاجة اغير انا كلمة فيسبوك، تمام، انا هغير كلمة فيسبوك. بس قبل برضو ما اشرح لكم دي، عايز اقول لكم على حاجة مهمة، ان يعني انا هحط لك سلاش سيرش سلاش ليبل سلاش واسم القسم، تمام، هيكون موجود تحت الفيديو على الموقع بتاعنا، بحيث ان انت تاخد الجزء ده كده كله كوبي وتضيفه على موقع البلوجر بتاعك، تمام. يعني انت هتعمل ايه؟ انا مثلا هفترض دلوقتي مثلا معايا بلوجر اسمه مثلا محمد اهو، تمام، انا بشرح لكم الموضوع بس ايه قبل ما ادخل في الشرح الفعلي. مثلا محمد 1 2 3 4 5 تمام دوت بلوج سبوت تمام دوت كوم. هفترض ان ده مثلا بلوجر، البلوجر ده بتاعك، تمام، هتقوم انت واخد اللينك بتاع البلوجر بتاعك كده زي ما هو، تمام، هتاخده كده كوبي زي ما هو وتحطه في ملف تكست، تمام، وتعمل سلاش، تمام، وهتكمل هتاخد بقى تكتب سيرش، تمام، هتكتب سيرش سلاش ليبل، تمام، سلاش، وهتكتب اسم القسم وليكن مثلا فوتوشوب، تمام. اذا هو ده اللينك اللي انت هتحطه في قسم الفوتوشوب. طب انا عايز اللينك ده احطه في الفيسبوك، يبقى انت خلاص هتشيل كلمه فوتوشوب دي وتكتب مكانه مثلا فيسبوك، تمام، وهكذا. يبقى انت كده عرفت ازاي تضيف لينك. طيب انا دلوقتي هروح اعدل كلمه الفيسبوك دي، هخليها فوتوشوب، بحيث ان انا لما ادوس على قسم الفوتوشوب يدخلني هنا على اللينك مكتوب فيه فوتوشوب، تمام، هكتب هنا فوتوشوب، وبعدين هحدد اللينك كله كده كله كوبي، هاخده كوبي، تمام، كنترول سي او كليك يمين واعمل له كوبي، وهروح على الاكواد بتاعتي. انا هضيف اللينك ده فين؟ في قسم الفوتوشوب، فطبيعي ان انا هروح على مكان الفوتوشوب اللي هو هنا، تمام، هروح هنا على الاتش ار اي اف لو فاكرينها بتاعت الدرس رقم 2 اللي انا كنت شارحها، تمام، وهمسح علامه الشباك اللي هي موجوده هنا. علامه الشباك دي يا جماعه هي دي العلامه اللي بتظهر فوق هنا لما بدوس على القسم. انا دلوقتي لو دوست على الفوتوشوب، تمام، انا دلوقتي لو دوست مثلا على قسم الفوتوشوب، طيب دي واحده بس، هدوس على القسم بتاع الفوتوشوب تاني، وبعدين هنلاحظ ان في فوق في اللينك بتاع البلوجر ظهر لي يعني الفوتوشوب زي ما احنا شايفين مكانه علامه شباك، تمام. هو الشباك اللي ظهر فوق ده هو ده الشباك اللي موجود في الكود هنا، تمام. هقوم انا ماسح الشباك ده، احدده بالماوس وامسحه، تمام، وهحط اللينك اللي انا عملته في ملف التكست اللي هو اخر كلمه فوتوشوب، تمام، هاخد اللينك ده كده كوبي، تمام، وهحطه مكان ما انا مسحت الشباك بين علامات التنصيص كنترول في، تمام. طيب هو نزل لي تحت، لان طبعا يعني اللينك مش مهم، يعني حتى لو نزل لك تحت كده زي ما احنا شايفين علامات التنصيص مش هيسبب لك اي مشكله. دوس على حفظ النموذج ونشوف قسم الفوتوشوب لما هندوس عليه في المدونه بتاعتنا هيودينا على فين. هل هيفضل علامه الشباك زي ما هي، ولا هيحولنا على لينك المدونه ومكتوب فيها قسم الفوتوشوب زي ما شفنا في الفيسبوك. هستناه لحد ما يخلص حفظ، تمام، زي ما احنا شايفين هو كده عمل عمليه حفظ خلاص. دلوقتي انا هدوس على عرض المدونه واشوف قسم الفوتوشوب بقى عامل ازاي بعد تعديل اللينكات. فتح معانا البلوجر زي ما احنا شايفين، هدوس على قسم الفوتوشوب، تمام، زي ما احنا شايفين فعلا فوق ظهر لي اللينك اهو، عنوان المدونه وبعدين سيرش وبعدين ليبل وبعدين كلمه فوتوشوب، تمام. اذا انت اي قسم عايز تضيف له لينك كده، بحيث ان اللينك ده هو ده المكان اللي انت هتضيف فيه اقسام، قصدي هتضيف فيه مواضيع. انت ملاحظين ان احنا اول ما دوسنا على قسم الفوتوشوب كتب لك هنا ليس هناك اي مشاركات، لان احنا مش ضايفين اي مواضيع في قسم الفوتوشوب، تمام. طيب لو انا مثلا عايز اضيف مثلا للالعاب، عايز اضيف يعني عايز اضيف اللينك ده للالعاب، بحيث ان انا لما ادوس على كلمه العاب يدخلني على لينك كده زي ده، بس مكان كلمه فوتوشوب مكتوب كلمه جيمز مثلا، تمام، بحيث ان برده ده المكان اللي احنا هنضيف فيه الالعاب. يبقى احنا دلوقتي يعني احنا في الدرس اللي فات احنا عملنا الاقسام، لكن النهارده احنا فعليا بندي لكل قسم الوظيفه بتاعته، تمام. يعني انت هدوس عليك هيدخلني على جيمز، انت لما هدوس عليك هيدخلني على الفوتوشوب، القسم الفلاني ده لما هدوس عليه هيدخلني على مثلا فيسبوك، وهكذا، تمام. احنا النهارده بنوظف التقسيمه اللي احنا عاملينها في شريط القوائم. طيب خلينا نعمل محاوله تانية. انا مثلا هضيف لينك لقسم الالعاب، هروح هنا على ملف التكست اللي انا عامله، هحط عادي اللينك بتاع البلوجر، لازم يكون بادئ ب http://، وبعدين عنوان البلوجر بتاعي، تمام، او موقع، وبعدين سلاش، وبعدين سيرش، وبعدين سيرش، وبعد سلاش، وبعدين ليبل، وبعدين سلاش، وبعدين همسح كلمه فوتوشوب دي واكتب مثلا جيمز،
تمام، يبقى http نقطتين سلاش سلاش، يعني بعدين عنوان البلوجر، وبعدين سلاش سيرش، وبعدين سلاش ليبل، وبعدين سلاش جيمز. تمام، طبعا انا هبقى حاطط لك اللينك ده كده زي ما هو تحت الفيديو، بحيث ان انت تعدل على العنوان بتاع البلوجر بتاعك، هتمسح ده وتحط العنوان بتاعك بس. تمام، وهتمسح اسم القسم وتغيره زي ما انت عايز. هقوم انا بقى واخد بعد ما حددت، بعد ما عدلت كلمه فوتوشوب، هقوم محدد اللينك كله واخده كوبي، واروح على مكان الكود واشوف كلمه العاب هنا. تمام، حاجه هنا فوقيها اللي هو الاتش ار اي اف، وامسح علامه الشباك دي. تمام، وهعمل كنترول في، هينزل لي اللينك. تمام، طيب خلينا برضو نعمل محاولة تانية. هاخد اللينك من هنا كوبي مثلا، وهحطه في البرامج مثلا. تمام، هقوم ماسح علامة الشباك وهعمل كنترول في، بس كلمة جيمز دي هغيرها وهخليها مثلا بروجرامز. انت ممكن تعدل عادي في كود في مكان، يعني مش شرط كل مرة تاخده كوبي من الملف التكست. تمام، يبقى احنا دلوقتي عدلنا على الألعاب وعلى البرامج. هدوس على حفظ النموذج واشوف لما انا هعمل عرض المدونة وادخل على قسم الألعاب وقسم البرامج ايه اللي هيظهر لي في شريط العنوان فوق. ده اللي هنشوفه بعد ما يخلص عملية الحفظ. تمام، زي ما احنا شايفين خلاص هو كده خلص عملية الحفظ. هدوس على عرض المدونة واشوف القسمين اللي انا عدلت عليهم، اللي هو قسم الجيمز او الالعاب وقسم البرامج. تمام، دلوقتي انا لو دوست على قسم الالعاب، زي ما احنا شايفين فعلا ظهر اللينك فوق اهو. تمام، لينك المدونة، وبعدين سيرش، وبعدين ليبل، وبعدين جيمز اللي انا حطيتها. تمام، هدوس مثلا على البرامج واشوف هيظهر لي ايه فوق. فعلا ظهر لي اللينك بتاع المدونه وكتب لي كلمه بروجرامز. تمام، ده كده كان درس النهارده، مش هشرح حاجه زياده ومش هطول عليكم عشان ما يكونش صعب، وخصوصا ان احنا بنتعامل مع اكواد ولينكات. تمام، يبقى احنا النهارده اتعلمنا مع بعض ازاي نضيف لكل قسم من دول اللينك بتاعه، بحيث ان احنا لما ندوس هنا يدخلنا على البرامج، ندوس هنا يدخلنا على الالعاب، وهكذا ندوس هنا على الفوتوشوب يدخلنا على الفوتوشوب. ان شاء الله الدرس اللي جاي برده هنعرف حاجات جديده في البلوجر، مش عايز اقول لكم ايه هي عشان طبعا ما احرقش الدرس اللي جاي يعني. تمام، اتمنى بس تكونوا مركزين معايا قوي، يكون الموضوع سهل وبسيط بالنسبه لكم. انتظرونا ان شاء الله في الدرس الثالث، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.